السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنتحدث إن شاء الله في هذا الفيديو عن أجمل 4 أهداف في تاريخ مشاركات المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا. في المرتبة الرابعة هدف يوسف المختار في مرمى تونس، كان ذلك في نهاية كأس أمم إفريقيا 2004، حيث سجل الهدف برأسية أقل ما يقال عنها رائعة وفنية. في المرتبة الثالثة هدف حكيمي في شباك مالاوي، كان ذلك في كأس أمم إفريقيا بالغابون 2021، حيث أهدى حكيمي التأهل للمغرب بعدما سجل هدف التأهل من ضربة خطأ خرافية واحترافية. ثم بعدها نختار في المركز الثاني هدف رشيد العليوي أمام الكوت ديفوار في كأس إفريقيا دورة 2017، تمكن رشيد العليوي من تسجيل هدف خيالي وعالمي بعد تسديدة من مسافة بعيدة أسكنها في زاوية المرمى مهديا هدف الفوز للأسود. وفي المركز الأخير هدف مصطفى حجي في مرمى منتخب مصر ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا سنة 1998 في دور المجموعات، حيث سجل حجي ضربة مقص رائعة للمنتخب المغربي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ليهدي المغرب صدارة المجموعة التي كانت تضم مصر وزامبيا وموزمبيق.